السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا مشق للأستاذ مصطفى حليم. مثل ما نشوف الحروف بخط الثلث، كل الحروف، من ثم كتب تمت المفردات مع وضع التوقيع، وضع التوقيع. طبعا عندنا بشكل عام الآبرو أيضا هو من عمل الأستاذ مصطفى مثل ما نشوف الأستاذ مصطفى دسكنمان. الآبرو هو ما يقل شهرة ومعروف مثل مصطفى حليم. طبعا هو مكتوب على ورق عادي بشكل عفوي. نشوف أول شيء الحروف بخط الثلث، جميع الحروف مع التوقيع، وأيضا نشوف الأبرو الأستاذ مصطفى دسكنمان. هذا الأبرو وهذا بشكل جميل. طبعا طريقة حتى يكون الفيديو أيضا مفيد، نعطي معلومة عن طريق لصق الأبرو. الأبرو لما يريد نسوي شرايط ونريد نلصقها ما يقطع بمشرط هذه الجهة، هذه الجهة يتم قطعها باليد، يعني نشقها للورقة، يعني تشق، ومن ثم تكون مع الورقة الثانية حتى يكون هناك تدرج وتقارب باللون. لو كان مقطوعة بمشرط كان بين عندنا الفرق أكثر، ولكن الآن لاحظ هذا القطعة بها أصفر مع هذا، ولكن وكل واحد منهم من جهة، يعني كل واحد هذا الأصفر وهذا الأصفر وكل واحد من جهة ثانية مختلفة، ولكن لما شق الورقة يعني ما صار يبين. مثل هنا هذا الشق مع العلم كله نوع واحد الورق، النقشة واحدة، ولكن بين الفرق بشكل عام. الأبرو هذا الشكل اللي يسوى. شوف الأركان الباقية كذلك تشق. طريقة إن شاء الله أسوي لها فيديو نتكلم به. هنا أيضا يختلف عن الشريط، لو كانت مقطوعة بهذا الشكل أو بهذا الشكل وهذا تأتي هنا يصير عندنا هذا الخط واضح هنا، فلما نشوفها بشكل عام كلها يصير عندنا إشكال بالنظر. هنا راح الإشكال، يعني نلاحظ هذا الأزرق اللي من هالجهة صار مكمل لهذا الأزرق الكرات من الجهة الثانية. فهاي فوائد شق الورق وترهيم الألوان، حتى لو ما تراها مثلا هذا الأصفر ما إلى لون هنا، ولكن هذا الأسود إلى لون هنا، فصار بشكل عام من نشوفها تبين قطعة. فهاي المعلومة أيضا إن شاء الله تكون مفيدة مع عرض المشق للأستاذ مصطفى حليم. حروف بشكل عفوي بشكل جميل جدا مثل ما تشوفون. حبيت يكون هذا الفيديو قصير، ولكن إن شاء الله يكون مفيد.